السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الأول، الدرس 25، جمع الأعداد من 0 إلى 99 بالاحتفاظ، الجزء الثاني. نبدأ بأنشطة البناء. اشترى أبوك من السوق ما يلي: خضرا بثمن 28 درهما وفواكه بثمن 36 درهما، كم سيؤدي من الدراهم؟ سأستعين بالقطع النقدية وأكمل. صرف أبي 28 درهما ثمنا للخضر و 36 درهما ثمنا للفواكه، إذن سأحسب 28 زائد 36 كم تساوي؟ أولا نضع العملية عموديا، ثم أجمع الوحدات 8 زائد 6، أجمع 5 زائد 5 تعطينا 10 دراهم، زائد 4 دراهم، إذن 8 زائد 6 تساوي 14. أكتب 4 وحدات وأبادل 5 زائد 5 بقطعة نقدية 10 دراهم، ثم أجمع العشرات، 1 زائد 2 تساوي 3، 3 زائد 3 تساوي 6 عشرات. إذن المبلغ الذي دفعه الأب في السوق هو 28 زائد 36 تساوي 64 درهما. ننتقل الآن لأنشطة أتمرن. ألاحظ المكعبات ثم أملأ جدول العد وأحسب المجموع 25 زائد 37. أولا أضع عملية الجمع عموديا، أجمع الوحدات 5 زائد 5 تعطينا 10، زائد وحدتين 2، إذن 10 زائد 2 تساوي 12. أبادل 10 وحدات بعشرة واحدة، نقول هنا احتفظنا بعشرة واحدة ويسمى بالاحتفاظ، ثم أجمع العشرات، 1 زائد 3 زائد 2 تساوي 6 عشرات. إذن 37 زائد 25 تساوي 62. ننتقل الآن لأنشطة الاستثمار. أستعمل جدول العد والوحدات والعشرات ثم أحسب المجموع 44 زائد 29. أضيف مكعب 1 إلى 9 مكعبات تصبح 10 مكعبات، ثم أبادلها بقضيب 1، أضيف القضيب إلى القضبان، ثم أكتب 3 المتبقية تحت الوحدات وأحتفظ بالعشرة الواحدة فوق العشرات وأحسب العشرات، 1 زائد 4 زائد 2 تساوي 7 عشرات، إذن 44 زائد 29 تساوي 73. أحسب الآن 18 زائد 15. أستعمل التفكيك وأكمل، أفكك 15 إلى 13 زائد 2، ثم أجمع 18 زائد 2 تعطينا 20، فنحصل على 20 زائد 13، 20 زائد 13 تساوي 33، إذن 18 زائد 15 تساوي 33. نتذكر الآن لأحسب مجموع عددين أتذكر ما يلي. لأحسب مثلا 29 زائد 16، أولا أضع العملية عموديا، ثانيا أجمع الوحدات 9 زائد 6 تساوي 15، أكتب 5 تحت الوحدات ثم أحتفظ بعشرة واحدة فوق العشرات فوق 2، وأخيرا أجمع العشرات دون نسيان الاحتفاظ، 1 زائد 2 زائد 1 تساوي 4 عشرات، إذن 29 زائد 2 29 زائد 16 تساوي 45. أحسنتم، ممتاز.